دائما بصحة جيدة. اليوم غادي نوجد غلاص بثلاث نكهات. غادي نحتاج 1 لتر ديال الكريمه، كريمه الخفق. غادي نحتاج 2 علب ديال دانيت شوكولا، 2 علب ديال دانيت كراميل. غادي نحتاج 1 أو 2 ديال العلب ديال ياورت بنكهه بيستاش. غادي نحتاج البيستاش مطحون اولا كريمه البيستاش اولا. غادي نحتاج علبه ديال حليب مركز محلى، هنايا كاكاو بودره، وهنايا فلان ديال الكراميل. غادي نطرب الكريمه، كريمه الخفق 1 لتر. الكريمه تكون بارده، هذا البول يكون بارد وطراب كذلك. غادي نضيف حليب مركز محلى، غادي نقسم الكريمه بعد ما طربت على 3. انا بغيت 3 ديال النكهات، نتوما ممكن ديروا النكهات اللي بغيتوا. غادي ندير بيستاش، انا عندي هنا مطحون، كناخذوا علبه اولا ممكن تاخذوا بيستاش وطحنوه اولا ديروا اي نكهه نتوما كتفضلوا. نستعمل ياورت ديال بيستاش، ممكن ديروا فريز، خوخ، مانغ، اللي بغيتو، لي فخوي غوج. النكهه الثانيه، مذاق ثاني، غادي ندير الكراميل. ممكن تاخذوا هذا، ممكن تاخذوا داك الاخر اللي كيكون فيه الكراميل من التحت. ممكن تستعملوا غير الفلون ديال الكراميل بوحدو. انا باش نعزز هاد النكهه ديال الكراميل غادي نحتاج ندير فلون. انا فقط حيت بغيت النكهه ديال الكراميل تكون مجهده. النكهه الثالثه هي ديال الشوكولا، باش يكون عندي اللون ديال الشوكولات. باش نعزز اللون غادي ندير شوكولا بودر ياس اللي بغيت. بسم الله، غادي نحرك. الكريمه من الافضل ما تخفقوهاش بزاف، حتى وكانت تكون قاصحه يفضل. غادي نحرك مزيان، نفس الشيء غادي نديرو الكراميل. نفس الشيء بالنسبه للشوكولا.
نبقى نحرك تو كان يمتزج الخليط مزيان ويدخل دانات مزيان في الكريمه. دابا غادي نبغي نديرهم في هذه البواطه، ممكن نتوما ديروها في مول ديال الكيك اولا فاش ما بغيتو. وقفتها مع الحيط باش يجيني. دابا تشوفوا الطريقه اللي بغيت ندير انا، التولوت اللي غادي ندير بحال هكا. دابا غندير بيستاش، هلا غادي نحط دابا هنا البيستاش. التولوت عاود ثاني، وما ننساش كراميل، حتى هو كلاص ديال الكراميل ما ننساش. طريقة صافي ونحبس هنا صافي. غادي يبقى لي دابا جهه ديال الشوكولا، ما ننساش ملي غادي نحطهم عندي هادو، هادشي اللي بقى لي غادي نحطهم هنايا. دابا الكراميل نتوما كتشوفوا كيفاش غادي يجي من هنايا. غادي ندير له بابيي، غادي نسديهم بعد ما تغطي مزيان، غادي نسدهم ونديرهم في الثلاجة بحال هكا الفريكو حتى يتلجو مزيان. هاد التسات توترات ليا. كندير هادو من هاد الجي باش كيعاونوني باش نطلع. هنا غندير غير شي عود، انا ساليتهم دابا نديرهم في المجمد واحد 4 السوايع حتى الليله كامله ان شاء الله، نتلاقاو في طبق التقديم. هذا هو التقديم النهائي ديال لي غلاس بثلاث نكهات، نكهه ديال الفريز ونكهه ديال الكراميل نكهه الشوكولاته. زينتو من الفوق بشوكولا وبلوز كونكاسي، كيعطينا كميه هائله غلاس عائلي. هما هادو اللي صغار كيجيو على هذه الطريقه، هادو كتجبدوهم حتى هما ديروا ليهم الشوكولا وديروا ليهم اللوز كونكاسي، كيجيو رائعين مذاق غزال خصوصا ديال البيستاش كيجي رائع. حاولوا تجربوهم ديروا النكهات اللي نتوما كتفضلوا. خليو لينا الاراء ديالكم، تعاليق، ما تنساوش لي لايك والاشتراك في القناة. شكرا لكم متابعة ديالكم، إلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله.